مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال ومتابعيها في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا عيادة الصحة. النهاردة موضوع حلقتنا هنتكلم فيها عن آلام البطن وتوابعها. توابعها يعني الأمراض اللي هي بيتصاب بيها آلام البطن، وخصوصا غيبوبة السكر، وهنتكلم برضو عن جرثومة المعدة، وهنتكلم عن القولون، وبعد الأجزاء من الحلقة هنتكلم عن القولون. معايا ضيفي اللي مشرفني في قناة الصحة والجمال دكتور سعيد عبد الرحمن جحا، استشاري بطنة والقلب وعضو الجمعية العربية لسكر الدم. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. نورتنا وشرفتنا. أهلا بحضرتك وأهلا بكل. وشرف لي أن حضرتك موجود معنا لتاني مرة على التوالي في قناة الصحة والجمال. شرف لنا. أهلا بحضرتك. النهاردة موضوع حلقتنا هنتكلم فيه عن آلام البطن. الأول عايزين نعرف السادة المشاهدين إيه هو آلام البطن وأعرفها إزاي، يعني أعرف إزاي أنا مريض بالأمراض اللي هي بتصاب البطن. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. آلام البطن حضرتك ده عرض مهم جدا بيشتكي بطائفة كبيرة جدا من الناس في مختلف الأعمار، وده بتدل على وجود خلل أو مشكلة معينة في البطن، في الغلاف المبطن للبطن والأعضاء اللي موجودة داخل البطن. بتختلف بقى الألم، الألم ده ممكن يكون ثابت وممكن يكون كلكي اللي هو مغص تقلصات. التقلصات ده عادة بيصيب الحاجات الفارغة، زي مثلا بيحصل في النساء في السيدات التهابات الأنابيب أو حمل خارج الرحم، تمام، ممكن يجي مفاجئ وشديد جدا ويقف التقلصات، تمام. بيحصل كمان في بعض التهابات المرارة، تمام، برضو بيبقى تقلصات وبيروح ويجي بعض الأحيان. طيب لو الألم ثابت ده بيحصل نتيجة للالتهاب، وبيحدث عادة في الزائدة الدودية، ودي أشهرهم وأخطرهم. ممكن الألم اللي هو الكوليك المغص اللي بيروح ويجي ده يبقى ثابت بعد كده، ده يدل على وجود التهاب كمان. يعني مثلا عندي التهاب حصوات في المرارة، دخلنا في التهاب وانسدادات في قناة المرارة. مشكلة مثلا في النساء حصل عليها التهاب اللي هو مثلا التهاب الأنابيب الفالبنجيتس. فده الحاجتين المشهورين قوي في ألم البطن والتفرقة بينهم. تمام. طب عايزين نتكلم عن الآلام اللي بتصاب الست وهي حامل، اللي هي عن طريق البطن اللي هو أسفل البطن. تمام حضرتك. هو احنا عندنا بالنسبة للألم بتاع البطن بصفة عامة بنقسمه لحاجتين، ألم في الجزء العلوي من البطن وألم في الجزء السفلي من البطن. تمام. الألم بتاع الجزء السفلي من البطن في حاجات كتيرة جدا، من ضمنهم طبعا الرحم بالنسبة للسيدات. ده ممكن بيحصل بعض الأحيان حمل خارج الرحم، وده عشان كده أي ألم في البطن بنقول يا جماعة لازم يحترم، زي ألم الصدر تماما. لأن أنا أفتكر يعني إن شاء الله وقت الحقيقة تسعد، جات لي حالات في عيادتي خطيرة جدا وما كانتش متشخصة، وللأسف يعني عالجوا على قولون عصب وحاجات خفيفة كده ومسكنات، واكتشف ان الموضوع له ابعاد خطيره جدا ومضاعفات خطيره جدا. حمل خارج الرحم ده بيبقى الم شديد جدا بيحصل في بعض السيدات. التهابات الانابيب نفس الكلام. في حاجه اسمها تورشن للاوفيريان سيست، حاجه كده في الاوفري اللي هو المبايض بيحصل لها زي التواءات، دي بيسبب الم شديد جدا. لو خدنا الجزء العلوي السفلي بصفه عامه والامه، هنخش بعد كده على وجع بقى الجنيب. بتلاقي مثلا انسان جاي بيشتكي بيقول لي انا عندي الم في اسفل البطن في النص مثلا، وفي الاسفل ده بيبقى المثانه البوليه فيها التهابات، فيها اي مشكله ما، تمام. طيب لو جينا بقى على الجناب في اسفل البطن، هنلاقي عندنا في الجنب اليمين مهم جدا وخطير جدا، وسبحان الله يعني يمكن في حالات جات لي من فتره بسيطه جدا اكتشفت انها زايده وما كانتش مترخصه. الم اللي في الجنب اليمين ده خطير جدا في بعض الاحيان، لازم الطبيب يحط عينه على حاجتين مهمين جدا، المغص الكلوي والكارثه الكبيره قوي 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 اللي هي الزائده الدوديه. طب ايه الفرق بين الام الزائده الدوديه والمغص الكلوي؟ تمام حضرتك. دايما مريض المغص الكلوي بيجي حضرتك ماسك ايديه من على الجنب كده، يعني يبقى جزء ورا وجزء قدام، يعني هو الالم بتاع المغص الكلوي واخد الجنب بالظهر. الله ينور عليك. بيبقى في النص كده، بيبقى جاي ماسك ايديه جزء قدام وجزء ورا، لان دي اسمها رينال انجل، زاويه الكلى بتسمع لورا وتاخد جزء قدام. المغص بتاع لازم بقى ناخد تاريخ مرضي هنا من الحاله، هل في مشاكل في التبول؟ هل البول بيقطع مني بيحرقه وبيروح الحمام كتير؟ ده يدل على ان في التهاب في البول. تمام. المغص شديد واعطينا له مثلا مسكنات مهمه وصحيحه طبعا علميا، لان في مسكنات خطر خاصه لو دخلنا في اشتباه الزايده، تمام، والالم مستمر، ده بيدل على ان في حصوايا. قال والله ده انا دايما بروح اجيب البول بلاقي دم في البول، لما بعمل بول بلاقي دم في البول. في هذه اللحظه بقول له عايزين عينه بول ضروري وعينه الدم طبعا عشان نفرق الزايده من المغص. يعني هو الكلوي لازم يعمل فحوصات الاول، لازم، وبعدين يكشف عند الدكتور يشوف نتيجه التحليل طلعت ايه، هل بالزبط هي كلى ام زائده دوديه. ام زائده دوديه. الالم شديد جدا، والالم يعني في بعض الاحيان لا يطاق. فلازم كبدايه لازم اسكن الالم بطريقه علميه صحيحه ومسكن امن، لان في مسكنات بتودي اعراض الزائده الدوديه.
زي مجموعه اللي هي الدوكلوفينات اللي احنا بنشوفها بيدوها في بعض المستشفيات، يقول لك حقن الدوكلوفين عضل وقلب. غلط، ممنوع ندي في الزائده دي الحاجات دي. فعشان كده الطبيب يجب ان يتوخى الحذر في استعمال المسكن، ولو اعطاه بناء على تشخيص صحيح بيبقى افضل. ولكن احنا هنا بتبقى الحاله دي طارئه في بعض الاحيان، بنضطر ندخله على طول كطوارئ او ككشف مستعجل. بنبدا ندي في عندنا ماده الباراسيتامول انفيوجن، ودي الحمد لله شفتها بره في 2008، نزلت عن طرف مصر هنا تقريبا في 2010. الماده امنه جدا، وللاسف معظم الاطباء بيجهلوها ويدوا حقن عضل. وبشوف حاجات غريبه وبشوف ريجيتات غريبه بتجيلي، يعني اكن واحد راح للصيدله قال له عايز مسكن. ده غلط، غلط كبير طبعًا جدا. المسكنات كلها بتضيع اعراض الزايده. الزايده لان هي مجرد مسكن بيسكن الالم، لكن هي مش بتعالج الحاله مش اصلا، مش بيعالج وبس، لا، وبيضيع الاعراض. لان الزائده الدوديه فيه علامات المفروض انا بشوفها بتضيع العلامات بتاعتنا. احنا كده دخلنا على الزائده الدوديه. طبعا تمام. ده موضوع اعراضها بقى ازاي اعرف ان انا عندي بالظبط حضرتك دي. بالظبط، بيبقى في بعض الاحيان ترجيع، بيبقى في مغص في الجنب اليمين. تمام، بيبقى فيه التهاب بروتيني مصحوب بيه. تمام، فلما احط ايد على الجنب اليمين في المريض هنا يصرخ ما يطقش، وهو في مشيته تلاقيه ماشي حاطط ايده يعني مش على قادر يفرد مش ده. قادر يفرد ظهره خالص نتيجه الالتهاب البروتوني. بنضغط على الناحيه الثانيه نلاقي الالم بيسمع هنا. الم الزائده الدوديه عشان كده بيتدخل مع حاجات كتير جدا، بيبقى في الاول في منتصف البطن حوالين السره. ولما بقى الالم يترسخ والزائده تتمكن منه توصل اجايب الجنب اليمين. تركز في الجنب اليمين، تتركز في الجنب اليمين. فمن هنا مهم جدا ان انا افحص العين بطريقه صحيحه واعمل له الفحوصات. الفحوصات عندنا بصراحه ما فيش اتنين بيتفقوا في الزائده. يعني انا راجل باطني بس انا من واقع خبرتي ومن واقع شغلي في عيادتي في بعض الحالات بتجيلي الطرقه زي كده، مفيش اتنين من الجراحين بيتفقوا في الزايده. بعض الاحيان يقول لك نضطر نفتح لسلامه المريض طالما الالم مش عايز يروح وكده، حتى لو الفحوصات طلعت سليمه. ولكن احنا عندنا فحوصات مهمه جدا. بنعمل صوره دم كامله ونشوف عدد كرات الدم البيضاء، بتبقى عاده 15 16 الف 18 الف. فدي ده انديكيتور ومؤشر عندي ان بيقول للعيان ده خلي بالكم ده التهاب زائده دوديه. مريض زائده دوديه. في ناس اتوفت كتير وشفت حالات للاسف واخده حاجات غلط وبتاع، سواء انا كنت مسافر بره وسمعت عنها لما رجعت مصر. يعني للاسف حالات كتير اتشخصت غلط للاسف. منها نكروت، منها ندي اي مسكن، نستخف بشكوى العيان، ما نخش تاريخ مرضي صح، كل الحاجات دي. طب انا اقول لحضرتك على حاجه يا دكتور، هو ممكن كمان يعني التاريخ المرضي بتاع المريض ان هو اصلا ما كانش بيشتكي باي حاجه، وفجاه ان هو حصل. بدا يشتكي في الام اسفل البطن، ايوه، وعلى الجنب اليمين مثلا. تمام حضرتك. طب هو دلوقتي احنا ما يعني ما فيش تاريخ ليه، فلازم ان هو يروح يعمل ايه؟ يعني فحوصات. هو الم يعمل التحاليل والاشعه وبعدين يكشف عند الدكتور. بالظبط كده. انا هقول لحضرتك على حاجه، هو الم الزائده الدوديه عاده بيبقى في البطن بصفه عامه وحوالين السره. ده بيتدخل مع الام القولون بقى والام المعده والام المراره، بيتدخل بحاجات كتير جدا. وممكن واحد يقول لك ده قولون عصب ويقلب يعني او يطنش الحاله او المريض يستهون، ولكن الطبيب الصح قالب به بيعمل تحليلين بسيط، لان احنا بنقول بنشوف اخطر حاجه في المريض ده ايه؟ الزائده الدوديه والمغص الكلوي. دول اخطر. وفي حاجه كمان اسمها الانسداد المعوي، ولكن الانسداد المعوي بيدي تاريخ بامساك ما بيروحش عمل براز بقاله فتره كبيره، والمغص بيبقى كوليكي يعني بيروح ويجي. تمام، انما المريض لو بدا يشتكي بجنبه اليمين او جنبه بعمل له حاجتين، بعمل له صوره دم وتحليل بول. تحليل بسيط جدا. دي الفحوصات الخاصه بالزائده الدوديه. طبعا المواطن ما ينفعش يطلب التحليل ده حقيقي. لازم يروح للطبيب، يعني عشان يطلب التحليل لازم يروح للدكتور والدكتور يقول له تعمل لازم الطبيب هو اللي يقول له مثلا احنا عايزين تحليل كذا بعد الكشف الطبي عليه. كمان بنوديه يعمل السونار، الاشعه التلفزيونيه، علشان الاشعه التلفزيونيه بتبين علشان لو هو مش متاكد ان هو عنده زائده دوديه او عنده كده. حاجه في معدته. بالظبط كده، الاشعه التلفزيونيه بتبين لي، والاشعه المقطعيه اضاق تبين لي الزائده. طيب حتى لو الفحوصات دي كلها لقيتها شاكك فيها ولقيت العلامات عندي موجوده لما اضغط هنا في مشيته بتاع والالم مش عايز يروح، تمام، وفي سن في متوسط العمر او شباب صغير، لازم بعض الجراحين بيضطروا يفتحوا البطن ويطلعوا الزائده. طيب دكتور احنا هنقف عند النقطه دي وناخد اتصال. تمام. استاذ احمد الو. طيب الاتصال قطع. طب حاول تكلمنا تاني. معلش يا دكتور، نرجع تاني للزائده الدوديه. طب تمام. هو دلوقتي لو التشخيص طلع ان هي ما فيش زائده دوديه، تمام، والالم ما بيروحش، تمام، هل الدكتور بيضطر ان هو يفتح؟ طب هو اصلا هو شاكك ان هو اصلا لا عنده زائده دوديه ومش عارف هو عنده ايه في البطن. وانا اقول لحضرتك ده في بعض الجراحين، وده كان موضوع الجراحي، بيعمل حاجه اسمها استكشاف. الالم ما راحش، الالم ده خطير جدا. ده ممكن انسان لو صحته مثلا عنده مشكله في القلب، عنده ضغط،
يحصل له مشاكل كتيره جدا. تمام يا دكتور، طب انا هفتح على اساس ايه؟ ما انا كده برضو بعمل حاجه. هو شوف اقول لحضرتك، انا مش هقدر اكتفي الموضوع ده قوي. ليه؟ لان ده شغل برضو الجراحين، ولكن انا اعرف ان الزايده ديت ما فيش اتنين جراحين في بعض الاحيان بيتفقوا فيها، بيضطروا. ليه بقى؟ لازم يحدث اختلاف. اه مش لازم، في بعض الاحيان بيحدث اختلاف، ولكن لسلامه المريض الحمد لله دلوقتي العمليات الجراحيه اتطورت وبقت في صحوه علميه كبيره جدا، وفي جراحه مناظير والى اخره، بقى الحمد لله الاستكشاف ده ما بقاش صعب. واحد عمل حاسه بنضطر نفتح ونشوف، ممكن يكون اتخبط ومش واخد باله، في نزيف داخلي أكيد. فهو فدي عاده بتبقى لسلامه المريض، بس القرار ده بيبقى صعب فعلا زي ما حضرتك بتقول، بيبقى صعب جدا طبعا، صعب على الدكتور وعلى المريض نفسه. لان لو الجراح فتح وما طلعتش مثلا زي ده، بيبقى الموقف مش ما في يعني، هو اجتهادات. طيب اهم حاجه الانسان بيعاني من ربنا ويعامل ضميره بحاجه زي كده. هقطع كلامك بس وناخد اتصال. استاذ احمد، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمحت ممكن اتواصل مع الدكتور بس؟ اتفضل الدكتور مع حضرتك. لو سمحت يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا عندي المدام يا دكتور ام احمد ليها 3 سنين بتشكي من السخونه من الداخل. سخونه من الداخل، تمام. تمام. فروحنا انا من سؤال، رحنا المهم تعبنا في الدكاتره، ورحنا الدكتور اسيوط راح حولنا عملنا تحليل نخاع. أي مصر عملنا نعمل التحليل بتاع الاستاذ الدكتور. ما علينا، ما نذكرش اسماء. اوكي تمام تمام، كمل كمل. تحليل كامله وكل حاجه ومش عارف ايه، برضه تاخد العلاج وتشكي من السخونه من. طيب النخاع على اساس ايه يعني؟ الدكتور كان مشخص ايه مبدئيا يعني؟ في امراض دم، في اي حاجه؟ شك ان في اي مرض ثاني. طيب انا اكلمك بالنسبه للجزء الباطني بتاعنا. طبعا طبعا زي ما قلنا الم البطن له اسباب كتير جدا، بتعمل تحاليل شامله، بنشوف وظائف الكلى، وظائف الكبد، تحليل بول بسيط. التهابات القولون، عندنا نوعين في التهابات القولون، اللي هي القولون التقرحي، تمام، كرونز ديزيز وحاجه ثانيه، تمام، دول عاده برضو بيعمل الم في البطن. بنبدا نعمل تحليل الحمى، بنشوف مثلا لو في حراره بتروح وتيجي، الحمى الملطيه، الحمى التيفوديه مشهوره جدا، التهابات المراره مشهوره جدا، تمام. واكتشفت حالات حضرتك هي بتجيها رحشه من الداخل كده، والعلاج مش جايب نتيجه. بس لا لا لا، ده حضرتك محتاجه فحص شامل كده. في رعشه يبقى ممكن في حراره داخليه. اخر حلقه اكتشفتها حراره داخليه موجوده، بنت 18 سنه كده. الدكاتره مش مصدقين. لا 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 طبعا، الموضوع ده عضوي ونهتم بيه وناخد طريق مرض ونستوفر فحوصات. ان وصلنا نعملها اشعه مقطعيه على البطن، ماشي، اشعه تلفزيونيه ما جابتش حاجه، يعني تستوفر الفحوصات بتاعتها بدقه جدا، والدكتور يكون نبيه شويه ويبدا يشوف كل عضو في البطن والحقن، تمام. يعني هي عاده الم البطن. طب هو يا دكتور بيسال سؤال، بيقول حضرتك والحقن، حقن ايه بالظبط؟ ما لقيتش حل يا دكتور. طيب العلاج، تاخد علاج برضه من غير اي نتيجه. طب استاذ احمد، انت بتقول حقن، هي حقن ايه؟ لا هو عمل تحليل النخاع، شكل النخاع. ده النخاع يعني بيبقى عن النخاع، بتبقى حاجات طبعا امراض الدم. تمام. النخاع يعني دي تبعد عنا شويه. اتكلم معانا. لا هو العرض بتاعك ده زي ما قلت لك، لازم توصفي الحاجات الاساسيه اللي قلت لك عليها، ان احنا بنعمل اشعه تلفزيونيه على البطن، بنشوف وظائف الكلى، وظائف الكبد، بتحلل السكر. عملنا اشعه تلفزيونيه، وعملنا اشعه ايكو على القلب، وعملنا تحاليل. شفت المراره اخبارها ايه؟ لو في حصوات، في التهاب في المراره، اكتشفت حالات كتير جدا التهابات في المراره، وشباب صغيرين يعني، والستات بالذات. قبل كده يا دكتور كانت واخدها حمه نفاس. بالظبط كده. لو حمص نفاس بتتجه بقى لطبيب النساء، ده تخصص. ولو في الكلمه برضو حبلت ووضعت عليها، والعيل سليم وكل حاجه تمام. والله حضرتك طالما في تقلصات في البطن او التهاب في البطن، فانت بتعمل التحليل، صوره الدم رحشه وسخونه. الرحشه والسخونه دي حضرتك بيبقى في التهاب كامن فيها، فتستوفي فيه الفحوصات والاشعاعات، تمام، وبنبدا من المنظومه اللي معايا، ببدا اقيم حالتك، وبنبدا ندي العلاج على هذا الاساس. وعاده في الحالات اللي زي دي، حتى لو بدانا ندي مضاد حيوي شامل مثلا مع محاليل، مع حاجات معينه كده اهوت، برضه حرصا على المريض لو التشخيص وصل بقى صعب. يعني بعض الاحيان بندي حاجه اسمها بروفلاكتيك انتي بايوتيك، بندي مضاد حيوي يعني ايه؟ يشتغل على البطن كلها، لو في التهاب في المعده، التهاب في الزايده، التهاب في المراره، التهاب في القولون، برضه التهابات القولون مهمه جدا. لا حب قرص برشام كده حبتين لمده شهرين، حبتين في اليوم، ولا بعد شهرين تجيني تاني؟ والله التهابات القولون بيبقى علاجها بيطول شويه، وبعض الاحيان بندي كورتوزينات وحاجات معينه. الموضوع طبعا ده هو لازم محتاج متابعه دقيقه، لان ده العرض اللي بتشكي بيه عرض مهم. هو محتاج الدكتور يعمل فحص شامل تاني بالظبط، ويتاكد من حاله اصل البطن فيه حاجات كتير جدا. بالظبط، ده حقيقي. شكرا ليك يا استاذ احمد. طب نرجع نكمل كلامنا تاني يا دكتور، احنا عايزين نتكلم عن امراض القولون. تمام تمام. هو احنا عندنا طبعا القولون، طبعا
ناس كتيره دايما بتحس بانتفاخات، دي الاعراض بتاعته، بعض الامساك مع اسهال، ودي حتى بتبقى القولون العصبي البسيط. انا كراجل بتاع بطنه ما بهتمش بالحاجات الخفيفه دي، بهتم بالحاجات التقيله قوي اللي هو عندنا التهابات القولون التقرحيه. يعني على سبيل المثال في ناس مثلا بتشتكي تقول لك ده في بواسير، ده في بتاع، واكتشف ان اللي عندهم ده التهابات في القولون، ويروح للجراح لانها بواسير والمنصور شرجي، واكتشف ان الاعراض اللي بتشتكي فيها في القولون ديت كلها نتيجه لالتهابات القولون التقرحيه. عندنا السن الكبير، لما مثلا انسان جاي لي فوق ال 70 فوق ال 80 بنخاف من الاورام. لو مثلا النبي نزل الدم مع البراز، وبعض الحين بقى دم خافي، لازم نعمل مثلا تحليل البراز نشوف لو الدم لونه اسود ولا حاجه. ده طبعا شيء طبيعي، عاده يكون جاي من معده في بعض الاحيان. ففي التهابات كورونز ديسيز والتهابات القولون التقرحيه، دول نوعين من الالتهابات اللي بتصيب القولون وتسبب فيهم تقرحات، وبعض الاحيان علاجهم بيبقى خطير جدا. بعض الاحيان بندي كورتيزون كمان. طب ايه الفرق بينهم يا دكتور؟ والله بقى حضرتك يعني بنعمل بقى سرق دم كامله، بنعمل ايه السقار، الحاجات دي كلها يعني ايه، هو الفرق بيبقى طفيف، ولكن العلاج تقريبا بيبقى مماثل لبعضه. ولكن الحاجات دي تخص الامراض الروماتيزميه اكتر. ليه بقى؟ لان المريض اللي زي ده هو بيجي لي بالتهابات بالمفاصل، تمام، بيبقى قاعد حراره بتروح وتيجي، فعاده برضه بيخش في الامراض الروماتيزميه. يعني يا نوايا الدكتور، القولون القرحي ده ليه علاقه بالامراض الروماتيزميه؟ طبعا بيبقى مناعي في بعض الاحيان، بيبقى مناعي، بيبقى الجسم عنده فرط في المناعه، بيبقى في فرط في المناعه، زياده في نشاط المناعه، الجسم بيهاجم نفسه وبيعمل التهابات في القولون او تقرحات. في حين الناس الكبار في السن قوي بيخافوا زي ما قلنا من الاورام، تمام، ايوه، لان جهاز المناعه بتاعهم ما بيبقاش قوي زي السن الصغير. يعني الكبار شويه، يعني الصغيرين بيبقى بالظبط كده، بيبقى مناعتهم في فرط بعض، لان هو الكبار بيخاف عاده من الاورام. دي الحاله اللي مهمه جدا عندنا في القولون بالنسبه للناس الكبار، وبعض الاحيان حتى في الصغيرين لما بندي علاج للقولون او علاج للمعده والنزيف مش عايز يوقف وبتاع، بنضطر نخش بالمنظار. بنضطر نخش بالمنظار، المنظار يشوف لي بقى القولون. يعني عندنا الموجات الصوتيه بتشوف الاعضاء المصمطه زي الكبد، زي الكلى، في حين السونار المنظار بيشوف الاعضاء الفارغه زي القولون والامعاء والمعده. فعاده بنخش بمنظار انبوبه طبعا كده، ولكن انا الحمد لله من خلال عملي وفي عيادتي ما بلجاش الحاجات دي كراجل بتاع بطن. طبعا عندنا طبيب البطنه الشاطر، هاو تو بريدكت، كيف يتنبأ بحدوث المرض قبل وقوعه وقبل حدوث المضاعفات. عندنا معظم الامراض امراض باطنه، باطنة يعني ايه؟ داخلية صامتة ملهاش أعراض. باطنة يعني جوه، مش باطنية في البطن، لا ده جوه. أمراض القلب، أمراض الصدر، بيجي لي عيان بيقول لي أنا ألم في البطن، ممكن يكون جلطة في القلب. ألم في أم المعدة اللي هنتكلم عليه لو فضل الوقت باستفاضة، ممكن يكون جلطة في القلب. فكل الآلام الباطنية دهيت أو علم البطن عندنا الطبيب الشاطر اللي هو يتوقع المرض قبل الحصول، ازاي يشخص ازاي ده؟ طبيب البطن الشاطر. عشان كده حتى عندنا في الزماله البريطانيه اللي هي ما زالت اقوى شهاده لحد النهارده، يقول لك البطن العامه لازم يمتحنوه في كله. اكيد يعني لما يمتحن في القلب لا، ممكن يضيع تخصص ثاني. عشان كده بتلاقي السابس بيشال التخصص الدقيق بعض الاحيان بتضيع مستوى الطبيب. صح، الطبيب لما يكون ملم بالجسم كله بيبدا يصل للتشخيص الصحيح. الم البطن يكون جاي من القلب، لو ما كانش درس القلب كويس مش عارف يعالجه حتى بعد كده، او مش عارف يوجهه بالتوجيه الصحيح. طيب دكتور هناخد اتصال. تمام، استاذه عميره. الو. الو، ازيك يا فندم؟ ازاي حضرتك؟ ايوه فندم، ازاي حضرتك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي الدكتور مع حضرتك. اتفضلي. اتفضلي. ماشي يا فندم. دلوقتي يا دكتور ازاي حضرتك؟ استاذه اميره استاذنك بس نوطي التلفزيون عشان نقدر نسمع حضرتك. فندم. ماشي يا فندم. دلوقتي يا دكتور حضرتك ماشي يا فندم ماشي. دلوقتي يا دكتور انا عندي بنتي عندها 21 سنة. تمام. رحت بيها، كانت أول شكوى إنها بتشتكي من خنقة بتجيلها زي سحبة روح كده ونبضات القلب تزيد. تمام. فرحت بيها لدكتور بطنة كشف وراح جاي قايل لي دي عندها دلوقتي، أطلب منك الأول تحاليل. قلت له اتفضل، قال لي صورة دم وأشعة على البطن. تمام، حلوه جدا. نبضات القلب دي ممكن يكون عندها انيميا التهاب وماله. ماشي، جميل جدا ان يطلب صوره دم واشعه، مفيش مشكله، وماله. طيب تمام، عملت وقال ورسم قلب. يعني ورسم القلب في السن الصغير ده بيبقى حالات نادره شويه. لا ماشي اوكي، ما يجراش حاجه، ورسم القلب برضه تطمئن، عشان لو في حمى روماتيزميه قديمه عندها بتبين بعض التغيرات في رسم القلب. لو اللوز بتتابع عليها وهي صغيره، تمام، بيبقى عندها حاجه اسمها حمى روماتيزميه على القلب اللي هو بغضروها طويل المفعول،
ولكن طبعا دي بتبقى حالات نادره شويه وبيبقى فيها علامات ثانيه وتحاليل ثانيه بيطلبها، ولكن بتبان برضو الحاجات دي في بعض الاحيان في رسم القلب. رسم القلب برضو الطبيب اللي هو البطنه شاطر بيقراه وبيعرف ان ممكن ديت داخله على حمى روماتيزميه على القلب نتيجه للوز ما اتعالجتش زمان، تمام؟ فبالتالي رسم القلب مهم، وبعد كده بيتكمل في الفحوصات. فرسم القلب برضو انا معاه في رسم القلب. اتفضلي. طب شكرا ليك يا استاذه اميره. طب معانا اتصال ثاني ناخد. ساره الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي الدكتور معاك. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يخليك. تمام. إيه لو سمحت، انا جوزي عنده 32 سنه. تمام. هو بيدخن. تمام. إيه بقاله فتره بسيطه يعني حوالي شهر ونص مثلا بيشتكي دايما من بطنه على فترات، يعني كل اسبوع مثلا بطنه بيحس ان هي تعباه ويدخل الحمام وكده. تمام. وكان عنده اصلا من هو صغير كده، عنده 11 سنه كان عنده حمى روماتيزميه دي اللي هي بتيجي وهو في السن الصغير ده، كان بياخد لها حقن. ايوه تمام. فهو دلوقتي يعمل تحاليل ايه او يكشف ايه او يتجه يعمل ايه يعني؟ مش عارف. كان عنده حمى ايه وهو صغير؟ حمى روماتيزميه. ايوه حمى روماتيزميه. تمام. تمام. هو حضرتك بتقولي الالم بيروح ويجي، يعني ده مغص كوليكي. الكوليكي ده عاده بيبقى فعلا بيبقى جاي من القولون، ممكن جاي من معده، جاي من مراره. فهو له علاقه بالتدخين؟ لا، ده التدخين ده الاساس حضرتك. ازاي ده هو ده ده ده, 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 ده انت قلت فعلا الاول انه مدخن. طالما بيدخن يبقى مفيش داعي يروح لدكتور ولا يكشف. شوفي طب ليه دكتور؟ كان هو سامعني. طب ليه دكتور؟ التدخين حضرتك بيأثر على الانسان من راسه لرجليه. انت عارفه زي ما حضرتك مثلا عاملين يصبوا ميه في وعاء مكسور او بيشروا ميه، يبقى عملت انا ايه؟ بس هو يروح للدكتور يشخص الحاله وبعدين يشوف علاجها ايه على الاقل، يعني لو ياخد علاج. تمام حضرتك. تمام. انا دي نصيحه مهمه جدا. يعني هو ما هو لازم يروح للدكتور، هيعمل هيقعد كده. بس هو لو راجل جدي وعايز يروح للدكتور صح ويتعالج لازم يوقف التدخين. هيقول بقى انا مش قادر وبتاع، ده انا بسميه دلع، لان ياما ناس ادمنت مخدرات ووقفتها وراحت تعالجه. التدخين اساسا يعني ايه؟ هي باد هابتس، من عادات السيئه. اكيد. وبترتبط بالمكان والصحبه والطريقه المعيشه اللي فيها. يعني الموضوع التدخين ده المريض لما يوقفش التدخين ده موضوع نفسي على فكره. ما فيهوش ادمان قوي. طب ايه اللي احنا اللي نقدر نقوله لها تعمله؟ طبعا لازم برضو يروح للمختص، لان هو مش هيسمع على نصيحه الطبيب لما يعرف مخاطر التدخين. دكتور بطنه؟ بطنه طبعا. بطنه. المعده ممكن يكون حصل له التهاب فيها، او التهاب في القولون، او التهاب في القولون، التهاب في المراره. كل الحاجات دي وارده. حتى القلب ممكن يتاثر بالتدخين. وممكن لا قدر الله عنده خطوره وجلطات في القلب والتهاب في الرئه. طبعا التدخين ده كارثه. اكيد ده كارثه كبيره بتاثر على الانسان كله. الغول، الغول القاتل. يعني قالب به لازم يمنع التدخين. اما منعش التدخين يبقى العلاج بتاعه يبقى صعب جدا جدا جدا. طب شكرا ليك يا ساره. هناخد اتصال تاني يا دكتور. استاذ محمد الو. الو. ايوه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اكلم الدكتور. اتفضل الدكتور معاك. اتفضل. طيب انا يا دكتور بيحصل معايا انتفاخ على طول وامساك مزمن على طول وغازات. تمام. وكل ما اكشف الدكتور يقول لي مثلا قولون وكده، يعني ساعات يعني بطني تريحني وساعات لا. ممكن يقعد معايا اسبوع اسهال كده على طول، وممكن اقعد 3 4 ايام ما اعملش حمام. تمام. وبعد كده اعمل حمام ممكن 3 مرات في اليوم ما اعملش خالص. تمام تمام. طيب فده يا دكتور يعني عايش يعني ده يكون حاضر هجاوبك على السؤال. تمام. حاضر الدكتور هيرد عليك يا استاذ محمد. شكرا على اتصالك. شوفي حضرتك، هو طبعا بيجي له انتفاخات وبعض الاحيان امساك. اعراض القولون وبعض فعلا بعض الاحيان اسهال. اسهال يعني هو ودي اعراض كل الاعراض بتجيله. دي فعلا اعراض القولون طبعا. ممكن يكون عنده شويه التهاب القولون، ممكن يكون ناحيه نفسيه، ولكن ديت انا كطبيب بطنه بخليها بركنها شويه. مش كل مريض يعني خلي العصبيه على جنب. مش كل مريض يجي بقى بشوف حالات كتير كده. كل مريض يروح لهم ده نفسيه ويروح بص الامر حاجه في مخه واعصاب، وشباب صغيرين ما فيهمش حاجه. سواء ميل او فيميل، بنات ولا صبيان. ايه ده ليه ان ثلاث ارباع دكاتره مخ واعصاب شغالين على البطنه؟ دي كارثه كبيره جدا. طبعا في حاله زي كده هو لازم يعمل وظائف الكبد. انت تعرفي ان امراض الكبد بتيجي بالاعراض دي تماما؟ فيروس سي اللي هو شبح العين اللي موجود في معظم بلاد العالم وخاصه بلادنا بس مصر. احنا خلاص بقينا بنتعالج منه دلوقتي يا دكتور، مابقاش عندنا مشكله في علاج فيروس سي. ما زالت كل يوم بنكتشف. هي المشكله قائمه بس مش بالدرجه اللي كانت في اول ظهور الفيروس. عايز اقول لحضرتك فيروس سي ده فيروس خبيث زي بقيه الامراض اللي انتشرت في العصر الحالي. اكيد مالوش اعراض. انت تعرفي ان في تقريبا 25% مصابين بيه واعراضه ما تظهرش على واحد فيهم. يعني في ناس بتعيش ل 90 و100 سنه وعايشين بالفيروس وما يعرفوش.
يعني. بس دلوقتي بقى في تحاليل وفحوصات. طبعا بتكشف المرض من بدايته. انا حضرتك قلت الكلام ده هوت في احدى القنوات الفضائيه برضه في 2014، قلت لهم يا جماعه عايزين نتعامل مع فيروس زي ما اتعاملنا مع البلهارسيا زمان، ان احنا نمر على الناس في شغلهم وفي بيوتهم، وفعلا طبقوا الحمد لله المبادره اللي اتعملت تمام اتطبقت، وكل الناس دلوقتي بقت بتحلل سواء في اعمالهم سواء هنا. بالظبط. ما انا بقول لحضرتك بس مش 100% الناس كلها بتحلل. في واحد مثلا من القافله بيتعدي على واحد في بيته ولا في عمله يقول لك لا انا حللت وكويس، وهي ما يكونش حلل. طب دكتور احنا نرد على محمد نقول له اللي عنده انتفاخ يروح يكشف. هيكشف عند دكتور البطنه تمام البطنه، ويعمل له طبعا هو طبعا يعني هيعمل في التهابات في القولون ممكن لازم يعمل حاجه اسمها سيري اكتيف بروتين، حاجه اسمها سرعه ترصيب، سوره الدم، فيروسات يعني الكبد. يعني هيعمل سوره الدم كامله ووظائف كبد وفيروسات الكبد مهمه جدا، والصفرا مهمه جدا تمام، وجرثومه المعده برضو. هو ممكن الانسان يصاب بالصفرة وهو كبير في السن يا دكتور؟ ممكن. انا اعرف ان الصفرة دي ممكن الاطفال يتولدوا بيها. لا لا ده بالعكس عندنا بقى الحصوات المراريه، لو في حصوه في المراره وفي انسداد مراري الصفرة بتعلى، وظايف الكبد في بعض الاحيان الصفرة بتعلى فيها برضو لما يكون في مشاكل برضو مع الكبد والمراره بتعلى. طبعا عندنا في علم البطنه لا الصفرة مهمه جدا في ممكن يصاب بيها الانسان في اي سن. طبعا 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 الاطفال اللي هم حديث الولاده فعلا بيجيلهم صفرة دي مشهوره جدا. ولكن في الكبار عندنا، ولكن الصفرة بقى حضرتك ليه مش مشهوره في الكبار؟ لا مصحوبه باعراض اهم. طب دكتور احنا هنقف عند النقطه دي ونرجع نتكلم فيها بس ناخد اتصال. استاذ ربيع الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الدكتور سعيد ممكن؟ اتفضل يا دكتور سعيد معاك. السلام عليكم دكتور سعيد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور سعيد معاك ربيع من الفيوم. يا اهلا بيك يا اهلا وسهلا. انت منور الشاشه واحسن دكتور اتقابلته في حياتي. الله يخليك ده من ذوقك. طيب ابن عمي تعبان بطنه طبعا، انت كنت وديته لحضرتك وارتاح جدا، لكن انت طبعا الله. عارف حالته. اي طبعا طبعا. دلوقتي هو رجع. شوف اللي بالنسبه لحالته طبعا هو الحمد لله عمل عمليه الزايده وبقى كويس جدا، لاحظ ان هو الترجيع كده اتكرر عليه تمام؟ يعني الاول اشتكى بترجيع ومغص وكانت حرارته عاليه. لو الترجيع استمر معاه بتراجع برضه الجراح افضل. برضه على اساس يبص على العمليه يعمل له اشعه ولا اي حاجه، ولكن الترجيع لو مش مصحوب بالام شديده ولا اي حاجه بناخد حاجات للترجيع بنعلي له شويه، اذا كان مثلا خد برمبرام بنعلي له داناسيت بياخد حاجات ثانيه، ولكن ان الترجيع استمر وفي الم عايزك ترجع للجراح ثاني. انت معايا؟ لازم ترجع للجراح. لان لو ترجيع استمر برضو ان شاء الله ما يكونش فيها حاجه، لان عارف انت عملت العمليه عند دكتور معروف وخبره تمام؟ فبرضو يفضل انك ترجع للجراح في حاله زي كده لو الترجيع استمر مع الم البطن. شكرا ليك يا استاذ ربيع على اتصالك. طيب دكتور عايزين نتكلم عن ناخد عن غيبوبه السكر. تمام. حضرتك من ضمن الحالات النادره والحالات الخطره جدا، لان بيقول الم البطن ده له ابعاد خطيره جدا وتوابع خطيره جدا. يعني شفنا حالات كتيره جدا بيجي المريض ماسك بطنه ومش طايق الدنيا ويكاد يكون في غيبوبه. بعض الاحيان لو في غيبوبه يبقى العلاج مش هنعرفه، هنبدا بقى نقف على حالته ونعمل فحوصات، انما لو دخل عليا بقى ودخل في غيبوبه الم في البطن شديد. اكتشفنا حاله من ضمن الحالات دخلت العمليات وتتشخص على انها زايده. وقبل ما تخش العمليات عرضها عليا دكتور البطن عايزين يشوفها. جات لي الحاله بدات ابص على العيان، يعني الحمد لله برضو اتمكنت من التشخيص، لقيت الست ديت ريقها ناشف جدا تمام، المغص في البطن مش مغص زايده يعني تحس ان الام عامه فيها وبدات يعني تدروخ تمام. سالتها بتروح الحمام كتير؟ قالت لي اه بروح الحمام كتير. بتاكل في تاريخ مرض للسكر؟ قالت لي اه ده انا عندي. يعني اصلا عندها مصابه ما كانتش تعرف ان عندها سكر للاسف، جت في غيبوبه. عملت لها تحليل سكر بالجهاز اللي عندي الوان تاتش، ولازم يكون جهاز نظيف تمام. طلع سكر هاي هاي، يعني ايه يعني الجهاز ما قراش 600 700. اكتشفت ان السيده دي عندها غيبوبه السكر. السكر طبعا بيقلل المناعه، ممكن يعمل التهاب بروتيني عام في البطن. فمريض السكر اللي بيكتشف في اول مره، في مريض واعي زي ما بنقول ان في تحاليل روتينيه بره في الخارج بيعملوا التحاليل الروتينيه كل 6 اشهر كل سنه لازم، عندنا ما فيش الكلام ده. فالمريض الواعي في الحاله اللي زي دهيت المفروض بيحلل السكر، بيحلل وظائف كبد، بيعمل تحاليل، خصوصا كل ما السن يعني مع العمر طبعا الحالات دي بتبدا تظهر. ولو في تاريخ مرضي في العيله الامراض القلب المات الفجائيه كتر، انا اكتشف يعني قصدي حضرتك ان هو ممكن يبقى وراثي السكر والقلب. طبعا امراض القلب والسكر وراثه كلها. اكتشفت ان في عائلات على 40 سنه ابص لهم سكته قلبيه، وبقى اللي عمال يدخن ومهمل في نفسه
وزي ما تقول عك وربك يفك وضربها طناش. اللي عمال ياكل دهون، ما بيمارسش رياضه، مش محافظ على النظام الغذائي، ما بيعملش فحوصات، جاله صداع عمال يروح الصيدليه وعمال ياخد نوفالجين واسبرين. اخر حاجه راحت الصيدليه، الدكتور الصيدلي المحترم راح عطيله حقنه، روح مات في البيت. روح مات. ده كان سكته قلبيه وتاريخ مرضي في العيله عنده لامراض القلب، وكان مدخن يعني. يا دكتور انا عايز اسال سؤال يا دكتور، يعني هو التاريخ المرضي في العيله مهم. لو انا ما عنديش سكر وعندي مثلا والدتي كان عندها سكر ووالدي، المفروض ان انا اعمل تشيك كل فتره علشان لو انا عندي سكر وانا مش حاسه ان انا عندي سكر، مش عارفه ان انا عندي سكر. الوقايه خير من العلاج. وحرص بقى على نفسي، ابعد عن السكريات، اعمل فحوصات الدوريه، يعني ما اهملش في نفسي ولا وامنع الدهون. تمام. فطالما في الوالدين او قرابه الدرجه الاولى عامه، الخيلان العمام، لازم الواحد يبقى فيه احتياطات وتحذيرات مبدئيه، ولازم يخلي باله من امراض، لان في ناس فعلا بتنسى الموضوع ده. يبقى شايف الوالد والوالده عندهم سكر وضغط وامراض قلب، ولا ايه ناس الدنيا خالص وعمال ياكل ويشرب ويدخن، كارثه. لازم تنبيه مهم جدا لكل الناس، طالما في تاريخ مرضي عندك في العيله وخاصه قرابه الدرجه الاولى، تتوخى الحذر، لان الوقايه خير. السكر ممكن بعون الله ناخر ظهوره ال 20 و30 و40 سنه، امراض القلب نقيها، ودلوقتي في ثوره عالمه في علاج امراض القلب، وفي الاساطر والدعامات، فاصبح كل حاجه متاحه في العلاج دلوقتي. مهم جدا قبل العلاج الوقايه بقى، ان انا كانسان احافظ على نفسي. الوقايه والتشخيص يا دكتور. والتشخيص المبكر، ما الوقايه دي على المريض، والتشخيص بقى لما يجي للدكتور وتحصل مصيبه، المفروض الدكتور بقى بيشخصه. فغيبوبه السكر، غيبوبه ارتفاع سكر الدم، ممكن تيجي بمغص شديد في البطن. وبقى يعني مغص، يعني مغص. الام جامده، الام في البطن بصفه عامه، بس احنا ما بنعرفش نميز، لان الوجع اللي بيجي في البطن احنا ما بنعرفش هو زايده ولا قولون ولا التهاب في المعده. عشان كده نصيحتي لكل المشاهدين، ان اي حد يجي له الم في البطن ما يهملوش، حتى لو بسيط. طب لو شديد ما يستناش، مش يقول قولون عصبي ولا دكتور قولون عصبي، لا، ده له توابع خطيره جدا وابعاد خطيره جدا. تكون غيبوبه السكر زائدة منفجرة، زائدة بخراج، حصوات مرارية، ده ألم المرارة شديد جدا. الحصوات لما تتحشر والقنظرة في قناة المرارية، الألم ما بيروحش، بعض الأحيان العيان بياخد مسكنات بتوصل لحاجات منومات عشان يروح الألم. وياما اكتشفت حالات كتيرة في المرارة، يعني أنا أفتكر في حالات بتجيلي من أماكن كتير جدا بحكم الناس بتشوفني على التلفزيون. تمام. أفتكر جات لي شابة صغيرة ولفت على الدكاترة كلهم، سبحان الله، دخلتها على الصنارة اللي عندي، قلت لها أنت عندك حصاية، إزاي؟ قلت والله ما حد قال لي. يعني هي عملت تحاليل واشعه وما ظهرش فيها الحصوه، وما ظهرتش الحصوه، اعتقد ما عملتش بقى يعني هنا او يا اما هي ما عملتش اي فحوصات وراحت للدكتور وما عرفش. الدكتور كتب لها روجيتا، يعني بشوف روجيتا دايما جدا، يعني بشوفها اكن الواحد راح الصيدليه تحت وقال عايز مسكن، عايز حاجه للمعده، ما بيشوفش كويس على السونار. طب انا شايف ان السونار اللي عندي ما شفتش، مش عيب ابدا اروح اطلب سونار بره، يعني انا متاكد ان في حصوايا قدامي حاله 45 سنه، حاله 17 سنه، 18 سنه، حد يمكن يشوف، ومتاكد ان حصل، اقول لها لا اعملي سونار بتقرير. بس انا اقول لحضرتك الحاجه يا دكتور، احنا معظم الشعب المصري عنده التهاب في الكلى وعنده حصوات وعنده كل حاجه. طبعا الام الكلى حضرتك بيبقى تحت في اسفل البطن شويه بالزبط. وزي ما قلنا مريض الكلى بيبقى ماسك جنبه. ما هي الالم بيبقى واخد الظهر مع الجنب. مع الجنب، برافو عليكي. تمام. والنقطه الثانيه بيبقى في مشاكل في التبول عنده. بيبقى دايما نقول بروح الحمام دايما، الميه بتقطع مني، البول بيبقى مدمم، دليل ان في حصوايه. بنعمل تحليل بول بسيط، بنكتشف تحليل بول بسيط ده، بنكتشف منه حاجات كتير جدا. بشوف السكر، وبعد الحين بكتشف السكر. ياما عملت تحليل بول لناس كتير اكتشفت ان عندهم سكر، ابص على الدكتور المعمل يقول لي يا دكتور ده فيه خلي بالك بلس 2 وبلس 3 شوجر، تعالج من السكر، يقول لي لا. ابص اعمل له تحليل الدم بقى التاكيدي، وبعد كده الهيموجلوبين التراكمي، اكتشف فعلا الراجل ده بيعاني من السكر منذ فترات طويله ومش واخد باله. عمال ياكل ويشرب وفي تاريخ مرضي في العيله ومش واخد باله. فعادة الأمراض دي معظمها طبيعتها صامتة، ليس لها أعراض واضحة، حتى الدكتور نفسه بعض الأحيان بيختلط عليه الأمر. أكيد. ما هو الدكتور برضه بشر، ساعات بيشخصه غلط بعض الأحيان، يعني أنا أكتشف، يعني على كلام حضرتك إن في حالات كتير جات لحضرتك إن بتشخص غلط، يبقى عنده كلى ويطلع ما عندوش كلى، يطلع عنده سكر، للوفاة. يطلع عنده قولون، يطلع يعني طلع عنده زايدة منفجرة، اتوفى خلاص. طلع عنده غلطة في القلب وما تشخصش، ما فيش تشخيص صحيح، اتوفى. انسدادات القنوات المرئيه والتهابات المراره ممكن برضو تعمل مضاعفات خطيره جدا. الالم ده شديد، والالم شدته ممكن يقضع فعلا على عيان بمضاعفات كتيره جدا بيعملها. طيب دكتور اخيرا كده تقول للساده المشاهدين ايه؟ طبعا اعزائي المشاهدين جميعا في كل مكان،
نرجو ونتوخى الحذر من اي الم في البطن. اي الم في البطن زي الم الصدر لازم يحترم، لان بعض الاحيان بيبقى له طوابع خطيره، ولو لحقته في الاول تمام ببدا اعالجه. لو كان التهاب بسيط في المعده ما يكبرش معاه ويروح لقرحه، لو كان حفوايه ما تتصلش وتسد القناه الماليه، لو كان الزايده ما تكونش خراج ولا تنفجر. فاي الم في البطن لازم نحترمه ولازم نتجه للطبيب المختص، هو عادة برضه بيبقى طبيب البطن هو الاساس. شكرا دكتور، شرفتنا ونورتنا. شكرا دكتور سعيد عبد الرحمن جحا، استشاري بطنه القلب بطنه والقلب، عضو الجمعيه العربيه لسكر الدم. شكرا ليك يا دكتور. شكرا يا فندم. شكرا مشاهدينا ومتابعينا، وشكرا على حسن المتابعه. بشكر كل زملائي في الكنترول والاستوديو، بشكر مخرجنا الجميل محمد عزت، بشكر صوت عم علي، وبشكركم واشوفكم على خير.